دقيقة على راديو ماتش. نديو ساعاتنا المرة هذية بضيوف بحذية فنان جاينا برشا جديد. غنية جديدة قديمة هي تنقل لكم بعد علاش جديدة قديمة، أما أكيد أضاف عليها البصمة متاعو فنان منذر بن عمار بحذينا اليوم في ترانكيلا. نورتنا عسلامة. مرحبا بك مروة، تحية ليك، تحية لخوي سليم، تحية لكل الفريق اللي عامل معكم. يعيشك محلها برنامجكم، وهذاك علاش أنا حبيت نجي خاطر برنامج. نورتنا. ويخربش شوية كل دونك باهي تنخرش شوية من بعد، خاصة السيد اللي حاط بيسي قدامه هو يجيب الذمة من تونس باش يخربش ويروح. سليم اي واحد خربش، تعرف خربش، شوف الحيط الكل هكا معمولة خربش فنية يا ولدي باش بر نبداو. دونك منظر مش وحدك المرة هذه، جبت لنا مخرج الكفر الجديد والكفر حتى اللي قبله زيادة. جبتوا كركرتوا معايا خلاص. انا فرحان برشا، ما يحبش برشا الاعلام، وباش نحيي منذر مني ليه باش نقوم نبوسه من بعد. خليك علاش جيمك فينا من بعد، خلينا من بعد ناخذ اكثر وقت. علاش؟ على خاطر الاشياء ديما نقولوا كالجلود الخفاء، ما يتراوش ما يظهروش، واللي هي القمه معناتها 50% اكثر من 80% من العطاء، ويعطيو نكهه للعمل. هما جنود الخفاء، هما نكهه للعمل. شكون يجي يقدم مخرج حاجه؟ ريتش حد انت جاي قدم انا مغني شوية وجبت شوية يذكروا لا ذكران حاجه أي. اما نكركروا معايا في الكذا معناتها هو تقول انت يعني السونتر نتيري سي توجور لاكس، معناتها اللي هو المغني ولا ممثل. ما تسمعش مخرج قليل اما ديما المخرج الممثل على خاطر كذا وكذا يجيب معاه معناتها لا وعجبني كركرته بالسيف اي لا هو يسمع فيه معناها هو ما حبش يجي سي طوميو معناتها بالعكس في الفيترينا قلت له لا بالعكس انت ما الفيترينا يا صديقي ما تتعمل كان بالاخراج بالناس مع بعضها صحيح. يد واحده في الفن ما تصفقش. دونك معنا اخونا كمال قاسم. كمال قاسم مخرج جون رياليزاتور. مرحبا بك، شكرا على الاستضافه. نعرف ما تحبش برشا الميكرو مش منسين صديق عليه مش منسلك برشا كمان، خليك على راحتك. دونك نحكي شويه مع منظر على العمل، نحكي مع كمال زيد بيان ايفيدامون زيد على الـ على الـ الكوفر الجديد. دونك منظر على الكوفر بعد 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 غنيات ما قلت لي حسن ان شاء الله يطلع كوفر فو. ما قلت لي حسن مهبوله يهتم نقول لكم هو بغل ما مول كوفر فو بالحق يا ولدي نبداو بحسن مع منظر مهبوله. انت شبيك باش تعدى ثلاث سوايع مش نورمال. امشي نومبر دو في محترم اي نمبر دو فيو رغم اللي مثلا حتى سبونسورينغ راه معناها مو سبونسوريزي خذنا شويه من الاول على دور لكن بعد تمشي وحدها. انا نحب ديما نجرب الاغنيه جمعه جمعتين وحدها بعد نخدموها سبونسوريزي. وكما تعرف مره وكما صرحت في برشا اذاعات اللي انا ما نخدمش وحدي، انا معناها التوش الاخر عندي لكن ايكيب كامله تخدم وراي هي اللي تختار لي كوفر كيما محمود كيما كمال كيما جمعه لوميير كيما جمعه حتى الماركتينغ اللي يبيعوا يشروا في العروض. معناها ثم ايكيب كامله ورايا نخدموا خدمه متكامله في الاخر بكل نعطي راي موش راي هو اللي يمشي زاد صدقني في برشا مرات راي هو اللي نتشاوروا معنا نتشاوروا مع بعضنا ايكيب جون كلهم كلهم دي جون فهمت والحمد لله معناها قاعده تعطي في ثمره حلوه برشا الخدمات. منظر بعد ما عملت اغنيه ناجحين وبرشا دي تيوب نتاعك انت واغنيات نتاعك انت نلقاك رجعت للكوفر مش بكفرك هاو رجعت اكثر من دو كوفر يظهر لي عملت معناها تروا كوفر تروا كوفر فوالا سكسيسي بيناتهم اشهر. علاش الاختيار هذا؟ والله هو نفس السؤال اسالك ومشيت تسال تختار خاطر لي جون تعودنا عليهم باللي كوفر فنان بعد ما مشى يرجع للي كوفر هي ديزاين يسال نفس السؤال تحيه ليه تحيه ليه. شو حكايه لي كوفر؟ راهو ثم فرق بين الكوفر والكليب او كمال يسمع الكليب في خدمه معناها دو جور دو تورناج ومونتاج كبير وتالوناج وخدمه كبيره برشا. لي كوفر هما كيما نقولوا احنا الهبده الفنيه الصغيره ثم جمله حلوه تعجبك تحب تغنيها ما تحبش تزابيها فتعملها في كوفر. الكوفر جينيرالمون تكون ريبريز تكون غنايه حلوه تحب تغنيها بصوتك ومن خلال الكوفر هذاك ما يلزموش يكون كوفر كيك اعتباط يلزم تعدي دي ميساج اترافير الكوفر. مثلا الميساج اللي حابين نعديوه انا والكيب اللي معايا اللي راهو منظر يغني مليح الراي اللي انا الانطلاقه نتاعي بدات بالراي ثم برشا ناس ما تعرفش تعرف منظر في الربوخ وشيخات ولسان طويل شويه وكذا والجو هذاك الكل ما يعرفوش اللي منظر في الجو الطربي يغني مثلا ولا في الراي يغني. دونك كل مره نعديو كوفر كيما هذا كيما كيف ما دخلت قلب تخرج منا نصر سمود وخونا عبد الحنيش نحيهم زاد كيف كوفر عجب العباد برشا. دونك لي كوفر هي الطريقه باش تمس جمل تحبهم وتحب تقولهم مع احترامك الكبير للناس اللي هو كان بالنسبه ليك انت بيان سور كان تكريم للشعب عقيل الله يرحمه الله يرحمه. منظر علاش توا حبيت تقول لجمهور انا راني راي؟ والله ايش نقول لك الفنان اللي يبدا مش مواكب
خير يمشي يعمل حاجه اخرى معناها بصراحه. معناها مش كيف انه يكون عندك صوت، لازمك تعرف تفكر زاد وتكون عندك منهجيه مبني على واقع نعيشوه توا. كانت تلاحظ توا الراي مودرن ولا برشا معناها توندونس على الاخر. العباد الكل يغنيوا فيه ولا والتراب ولا والريغيتون، معناها الجو ذا الكل الراي يمشي فيه واحنا عندنا ما نقولوا فيه، دونك علاش ما نجربوش فيه؟ وجربنا الحمد لله، ثم ابروكسيماتيفمون نسبيا ثم رضا معناها من الجمهور ابار بعض النباره بالطبيعه اللي انا نحبهم برشا. هذوما يحبوك منظر برشا. ربوخ اليوم في تونس ما عادش يبيع برشا، راه يبيع اكثر. لا في العروسات راه ربوخ كالعاده، نطلع انا الدنيا مقلوبه. مش نحكي في العروسات. لا بارتو ربوخ يمشي في كل شيء، راه ساعات تدخل البلاصه تقول تبدا لابس مليتك لونات كارتي وشعره محلاه ومضخم ياسر، بعد ربع ساعه تلقى حكايه اخرى معناها. ربوخ هو المحرك الوحيد نتاع الشعب التونسي. نتاع اي الفروحات نتاعنا والكل، اما الراعي زاد دغنيا ما حتى اغنيات المغربيه تعرف الفنانين المغربيين دخلوا لتونس في نفس الخانه كل راه. اي فوالا دخلوا المارشي التونسي بقوه، ونشوفوا حتى في فنانين احنا توانسة يغنيوا في اللهجة المغربية، غنياتهم منتجهم الخاز والموسيقى مغربية شوية. دونك منظر علاش ما تواجهتش انت للخط هذيك الليني هذيك بتاع نشوف غني اكل اللغة مش البيضاء انفيتك التونسي على المغربي شوية هكا مع موسيقى مغربية ويولي عندك وعملت انتاج خاص في لا عندي غنيات مازال ما خرجوش في الستيل هذا راهو اجا قلت مع معناها مثلا كانت تشوف غنيتي نوكر ماج نشطح ونيجي كانت في معناها في في الجو الكلوبينغ في الجو هذاك، لكن النطق كله كان تقريبا تزيري شويه وكذا. معناها ثم لغه مغاربيه معناها سيتي. والموسيقى هنديه؟ بون هي نتاع كونيكا كابور. هي عملتها كونيكا كابور معناها فيرسيون العربيه. أنا شو الموسيقى ما فيهاش حدود، الموسيقى فيها نقاط التقاء، فيها دي بوان كومان، معناها انا وسليم نجم نتقابلوا في نقطه معينه، هو في الهند وانا في تونس، اللي هي الروح. اكيد. يعني كل واحد يقول جمله بروحه هو، وراه الشعوب ساعتها في اليابان يسمعوا غنايه ما نعرفش منين جاي لكن ما يعرفوش اللغه لكن يحسوا الموسيقى، دونك ثم نقاط التقاء في الموسيقى في العالم كله. انا الحقيقه منظر كي شفت الغنايه مازال كلنا نحبوها، فماش واحد يكرهها الاغنيه. اما جاي في مخي حاجه اللي هو غيس كنت خذيته تعرف علاش، خاطر كان جاي كوفر اغنيه ما تعاودتش مره اخرى مع صوت منظر تنجح 100% فوالا سي لو ديفي. اما ذي تغنيت يظهر لي اكثر من 100 مره من لغه من العالم الكل، معناتها مصر غنيوها، مغرب غنيوها، الجزائر غنيوها، جي انت تعاود تغنيها دونك اصعب الحكايه. صدقني يا مروه كانك كنت قاعده معنا في خير عملناها مع الاولاد، لانهم كلهم قالوا معناها تغنيت برشا وانا قلت لهم سيركوها معناها باش نعاود. يقولوا لي لا بالعكس احنا نتحطوا في مقارنه مع ناس عاملين 20 مليون و27 مليون داير الكليكي مازال يخرج منظر بن عمر معاه ديجا ربح وتزيد تحط روحك في 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 كلوار باهي تجري مع ناس بالكدا معناها ما فيها باس، الواحد ما يلزموش ديما يقول انا ملك وحدي، يدخل مع ناس قويين ويشوف روحه معناها. انت قلت قبل انا المجازفه لا عمري ما نقول انا قلت العظيم لا ملك انا نعرف سي تري انتيليجون والله تعرف قالت كلمه ياسر ذكيه والليكيب اللي معاك نحييها خاطر خمت اللي برشا عبيت التابي مازال كي تابي يطلع ديجا اسم مضر بن عمار ما يعرفش مضر بن عمار يعرف صوت وقته والله تحيه اليوم ليكيب اش قولكم يا جماعه هذه هي تسمى الخدمه خدمه ليكيب تو كي نحكي مضر مش ما بداش البارح بيان سور معناتها العوام علمته معناتها والدنيا علمته وخليني نقول والصعب والضرب اللي جاء علمه ما جاتش حاجه سهله ما مشاش في طريق سهل ايتو سا، لكن الباهي كونه كي تتعلم تتعلم في البني تتعلم في الصحيح تتعلم تبني ما تتعلم تزيد حجره على حجره بالصح مش تعاود تحط على بعض تعاود تطيح سي با ان بوزل معناتها منايف في زمان بوزل يتحط يركب ومنظر فطن اللي البوزل ما يركبش وحده فما ناس يستشيرهم فما اصحاب فما ناس صنعاء اما فما الاصحاب فما الصحفيين فما العباد اللي يخدموا في الـ في الـ في الدومين في الـ في الموسيقى بارتو معناتها ينجموا يكونوا موزعين عازفين اللي هما الاصل معناتها قلب الحدث يفهم فين ماشيه الدنيا يحكيوا فين ماشيه خاطر ساعات تبدا تغني تعجبك غنايه داكوردو اما يقول لك راهي ما تمشيش مش وقتها يا مازال بكري يا مخر فما ناس مختصين يحسوا في الموسيقيين معروفين معناتها او خليني نقول عازفين ساعات موزعين ساعات كومبوزيتور مخرجين ناقدين يقول لك ماشيه الثنيه هاي جايه قاعده طيب قاعده طيب كي يسمع اغنيه يقول لك هذيا على ساعات تسمع يقول لك هذيا خليتها عندها عامين راقده مش وقته خاطر مش خاطر اكزاكتومون ساعات تعمل جمله سابقه وقتها اكزاكتومون هذوما فطن منظر اللي العالم ارحب موسيقيا ارحب والعالميه سهله وقت اللي تكون
محظي وباني مع ناس باني مع ناس خاطر الضربه اللي ما تجيش فيك تجيك فيهم حتى الضربه نتقسموها ما تخلطلكش ما لازمش تغلطلك انت لازمك تغني ترقد ترتاح وتمشي تغني علي عجبتني برشا بون تعاملت قبل صحيح منظر وغنوها برشا برشا وي. برشا فنانين وثم حتى معناتها ليزاماتور بون ترجومي معناتها حتى وحدهم جيتار وغنى مازال ثم حاجه باش نحكي ما نقولها منظر بعد الثوره لتوا الفنان التونسي راهو مش على الغنيه هذه اللي عملتها انت نحكي اونجينيرا لهنا وكانه اصبحنا في مشكل هويه وكأنه الفنان يولي يحاول يتبلاسة كل مرة في نوع معين معناتها شفنا وتريين مشاو للجيتار شفنا مزودية زادة كيف كيف مشاو للجيتار كيف تشوف أنت الحكاية كفنان لهنا معناتها اسكو بالحق هي مشكلة هوية أو معناتها تموقع جديد هو مش مشكلة هوية لكن الفنان ذكي مو يكب معناه يكون برونشي ويكون يعرف شنو قاعد يدور حوله معناه الفن راهو ما فيش هوية تونسية وإنجليزية وفرنسوية وألمانية الفن يخضع للروح الإحساس دونك أي حاجة في إحساس صادق توصل للناس كل مهما كانت اللغة مهما كانت الجملة مهما كان الوطن مهما كان الوقت الفنان مطالب أنه يخاطب الروح لما تلقى جملة هندية كما نشتح ونجي هي غناية أخرى بلا بارا 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 نجي نقول نشتح ونجي ما بعد اللي يقول فيها يعني يقول فيها لكن حسيتها العباد وشيخوا عليها وصيفوا بها دونك كتخاطب تخاطب الروح ما ثماش حدود ما ثماش فرونتير وفيزا وتتعدى لا ثم روح تحسني نحسك أكهو دونك الفنان من هنا ينجم الفنان ينطلق في معنى العالم وكله يقول بأي لغة يغني بها وما عندي عليه حتى أي تاب بالعكس مطالب أنه يوصل للناس الأخرى يستعمل لغتهم يستعمل المقامات نتاعهم يستعمل الهيك نتاعهم في الغناء موش عيب المفيد يوصل للناس الأخرى دونك اللي يكون في المزود يمشي يعمل جيتار وهي كلها في إطار التجارب محمد عبد الوهاب اللي رحمه اللي معناها قريب يموت وكان يعمل في تجارب وتهموه بالسرقة برشا مرات وهذه تعملت في في في, في الموسيقى الفلاني خدمها معناها كان ديما يلوج وديما يبحث وراه الفنان يعيش حالة مخاض دائمة متواصلة معناها حالة اجتماعية زعما مربوطة باللي صار لنا في تونس والمخاض اللي عاشته معناتها المجتمع التونسي عموما معناتها أخي المجتمع التونسي بعد هالثورة بيوم فريد اللي أنا ما اعتبرهاش ثورة راه أنا ديما ما اعتبرهاش ثورة ديما نعتبرها حكاية أخرى نجم نحكي في نهار آخر أفرزت برشا حاجات ثم إيجابيات وسلبيات السلبيات مجبورين أنا نتقبلوهم لانه ذاك اللي افرزته الحركه اللي صارت القويه ذي الزلزال القوي صار في البلاد افرز حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه الذكي اللي يعرف يختار الايجابي من السلبي ويعرف انه السلبي ما يدومش وسافا باسي هاك تشوف في لي بلاتو دو تي في معناتها تشوف برشا حاجات تضحك وتقتل بالضحك انا نضحك ونتعدى غير يتنرفز انا ما يقلقونيش لان دي بارازيت يجي ان بون تكنيسيان يركحهم يتنحوا لي بارازيت ولا احنا قابلين معاك منظر باش نسمعوا اكيد مازال وباش نحكيو زاد مع واحد من جنود الخفي من ليكيب اللي ورا نجاح منظر بن عمار المخرج نتاع الكوفر هذيا شويه اخر بعد البوب خليكم غاشي معنا على خاطر المحبة مش كلام ولا الساعة الاثنين 24 ساعة حب كاملين حب أمك بوك عزيزك حبيبك ولا
رجعنا لكم في ترانكيلا. مازلنا كاملين مع الفنان منذر بن عمار مش وحده، مع المخرج كامل قاسم سامحني. دونك كامل مرحبا بك، مخرج شاب بذل تجربتك الاولى هذايا مع منذر. الثانيه تتسمى من التجربة الأولى في حياتك نقصد، معناها أكيد. تجربة أكيد. ثانية خاطر أنت عملت معها الكوفر الأول زيدا. دونك منظر ساعة برافو اللي مش فنانين الكل سورتو فنان اللي عنده كارير معناتها كاملة يجي المخرج الشاب ويعطي فيه ثقته. يعني نحبهم برشا، نحبهم برشا الكل، تعبين برشا معايا وتعبين أكثر مني أنا بصراحة. عيب أنه أنا نجني وحدي معنا، إن شاء الله حتى كي بدا شبه نجاح لازم نشاركهم معايا، خاطر بالحق تعبين برشا، يتعبوا ياسر مريحيني على الآخر معنا. هذا الفرق ما بين منظر وعمار بقيت الفنانين، انه اللي يعرف منظر كفنان ما يعرفوش كانسان اكيد قريب ياسر من اللي جاي. هذاك علاش تلقاه اين معناها انسان تلقاه في اليوتيوب، تلقاه في الفيسبوك، تلقاه في الانستغرام، هذاك هو سر نجاحه. انت يشجع برشا لي جون، هذاك علاش نحسوا بعضنا مع منظر تقنا مرتاحين اكثر. فهمت، يمكن اسهل الخدمه مع منظر من القاعده هذه، فهمت يعني نحس صعيبه القاعده نحكي. منظر قريب ياسر، ينصح يرتحك يحطك معطيك يشجعك يخليك تخدم مرتاح، يخليك توصل انت شنو تحب تعمل، فهمت بالنظره نتاعو، يعطيك لي كونسي الصحيحه اللي تخليك تمشي في الثنيه. كيفاش قنعته كمان اللي انت تنجم تعمل الخدمه؟ يعني نؤمن بالخدمه كما هو يؤمن بالخدمه. هو صور معايا خاطر في هي الكليب اللي خرجت عنده في الصيف. كان صور معايا وبرا معنا، شفت الخدمه اللي خدم فيها نتاع اخراج معنا، حسيت عنده اندوم معناها لي انترفونسيون نتاعو كانوا فيهم برشا فن، فيهم برشا موسيقى، فيهم برشا خيال. دونك قلت له كمان علاش ما تعملش انت تجربه في الاخراج وكل. قال لي انا ماذا بيا تعطيني فرصه، قلت له تفضل نبدا نجرب فيها انا. ولا يعطيك الصحه، عجبتك التجربه الاولى كما التجربه الثانيه والثالثه ان شاء الله. اكيد كمال خلينا نحكي معاك اون طونك مخرج، تطمح اكيد باش تعمل اخراج برشا فنانين اخرين وانت تقعد معهم تركها. ديجا فما فهمت، اني نخير كل حاجه شوي شوي وبال جودي بروبوزيون بعد الكوفر نتاع جودي بروبوزيون ما يحبش يقولوا برا على السيني على راسي جودي بروبوزيون. علاش رفضت ولا قبل؟ مش رفضت، مي نقول اني خليني من واحد عذر، هي الغلطه اللي انا كف في تونس شنو؟ الانسان يحب يكبر فيس تزربش معناتها لا فولي دو غروندور يعني ضد هذا. نخدم ما نغلطوش وما الحمد لله نخدمه انسان نفهمه، نمشي مع فنان كبير ومنظر معناها مش نخمم في حاجه اخرى، خليني خدمتي تمشي بابا قاعدين نكبر بشوي بشوي ان شاء الله جاي خير برشا ان شاء الله. واكيد جاي مادام عطاني الفرصه الاولى منظر اكيد انا مش نخيبه ان شاء الله. وجاي فما جاي يا راهو الفرصه نحكي اني ما نحسبهم مش كفرص، نحسبهم كانسان يخدم، هو يخدم على روحه وانا نخدم على روحي. نحبوا نعملوا حاجه بارفي. فهمت ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. عندنا نيو يورك معناها جديد ان شاء الله، بون مش لازم نقول شكون المعرفة بس ما يسالش في العقل، فهمت ما تعرف وقتاش الفنانين عندنا هبله شويه ساعات نبطلوا البرنامج قبل دقائق يبطل الكل. وقتاش تنصيب تعطي؟ قريب برشا معايا رابور ومش نعملوا حكايه اخرى جديده في الريجيتون، وكمان مش نعمل اخراج كليب كامل وكمال زاد باش يعمل الاخراج. لا تو كمال ولا يعطي الصحه ولا يبالحق الابار، شوف ابار منظر فنان وصوته والمعجبين هذاك الكل، انا كي تشوف فنان يعطي فرصه للشباب كما كان يحكي كمال والله نفرح برشا. هكا كما ياخذ حد بطال في البلاد خاطر يلزم هذاك اللي يلزم يكون جوستومون هذاك اللي يلزم ويزينا ما كونسومي صحيح. لا وخلي يزي معناتها ثم ثلاث اربع اسامي هما نفسهم يدوروا براتيكمون شوف عليه نفس الحكايه صحيح. كوبي كولي تحسهم لي فيديو كل نفس الافكار في اللومير كمال في الاخراج بتاع الكوفر قال لي نخدموا نبدلوا لومير وكل مره قلت له قال لي وسع بالك اعمل قيو خلي نعطيني سويعتين خلينا نحضر انا حضرت وعمل لي خدم لي مير حلو وخرجت معنا ايماج حلوه برشا. دونك ما في بيس كي نبدلوا مطعم على البرفان يتبدل لازم نتفاجئوا ويلزم نتفاجئوا لازم يفاجئوك العباد ما تفاجئ الا ما تمس حاجات ما خمس سنين خلينا نشوف منظر باش يفاجئك في الكفر هذايا ولا سليم حاط لك الكاسك اسمع باش تعطيني رايك بيان سور باش نسمعوا اكيد الكفر مازال اما خلينا نسمع شويه بصوتك لايف ومن بعد نخرجوا بالغنيه. سالوني عليها جيبوني خبانه راهي مغبونه ولا مهنيا ولا مازال هاد جبد عليا ولا خلاص راهي ناسيا ما تحكولاش واش راه صاري بيا باللي نبكي كي نتفكرها باش الا ولات لي سي تادير تبغيني سي با باسكو جافيتها